أمور توفيق أرضية صعبة سهلة على الفريقين على الجميع أن يتعامل مع هذه الأمور طبعا لو كان نقولوا اللاعب الفريق الطوغولي متعود على هذه الأرضية ممكن راح تكون أكثر عائق على الفريق الوطني هم هما ايضا اللاعبين تاعهم هم لاعبين معظمهم محترفين كلهم في خارج الطوغو وبالتالي الاشكال والعائق هو ينطبق على معظم اللاعبين، لكن نقول اللاعب المهاري واللاعب اللي عنده فنيات وعنده مستوى قادر يتاقلم مع مرور الوقت ويعرف حتى لو كان يغير طريقه اللعب تاعو على حسب طبيعه الميدان نقول ممكن سيقوم بذلك. خاصه اذا كان فيه في التشكيله التي ستقوم